بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن موضوع مهم قوي النهاردة، ازاي ان حضرتك تدبلوي سوفت وير على كل الاجهزة مرة واحدة باستخدام الجروب بوليسي. يعني احنا هنتكلم النهاردة عن الجروب بوليسي، ازاي ندبلوي سوفت وير على الاجهزة كلها. على سبيل المثال الاوفيس، على سبيل المثال الاوفيس، اي جهاز يجوين الدومين بتاعي اوتوماتيك ينزل عليه الاوفيس. حلو. طبعا مش الاوفيس بس، انت ممكن تدبلوي اي سوفت وير تاني، مش شرط الاوفيس، يعني اي سوفت وير. بس شرطا علشان العمليه دي تتم لابد من توافر شرطين. عشان حضرتك تنزل سوفت وير على الاجهزه من خلال السيرفر لابد من توافر شرطين. اول شرط ان السوفت وير بتاعك يكون شيرد، ده اول شرط. تاني شرط ان السوفت وير بتاعك يكون الاكستنشن بتاعه دوت ام اس اي او دوت زيب. يعني يكون دوت ام اس اي او دوت زيب، يعني ما ينفعش دوت اي اكس اي. طب ما هو دوت زيب هيبقى جواه دوت اكس اي مثلا. انا مثلا ممكن اعمل كومبوز للحاجه مثلا بالوين زيب، تمام؟ هتبقى جواها دوت اكس اي. هو مايكروسوفت بتقول كده، يعني ينفع يسطب حاجه جواها دوت اكس اي؟ اصلا في سيرد بارتي، في برامج تحول لك اي حاجه دوت اكس اي لدوت ام اس اي. سيرش على النت هتلاقي 500 مليون برنامج. طبعا مايكروسوفت عامله برودكت اسمه الاس ام اس اللي هو 2003 او الاس سي سي ام اللي هو 2007، ابجريد بتاع الاس ام اس. خلاص، بالاس ام اس او بالسيستم سيستم سنتر كونفيجريشن مانجر اللي هو الاس ام اس 2007، يعني حضرتك تقدر تدبلوي اي سوفت وير ايا كان نوع الاكستنشن بتاعه. تدبلوي سوفت وير ايا كان نوع الاكستنشن بتاعه. طبعا تقدر تعمل ابديت للاجهزه بدل ما تستخدم الدبليو ساس باستخدام برضو الاس ام اس. تقدر تعمل شويه حاجات كده، تقدر تمانج الاجهزه بدل ما تخش ريموت ديسك توب، تقدر وانت قاعد في مكانك تمانج كل الاجهزه. يعني وانا قاعد في مكاني كده عايز اكونكت على جهاز معين بكونكت عليه وابدا ان انا اشتغل، وممكن اخلي اليوزر يشوفني وانا شغال وممكن اشتغل في الباك جراوند. يعني براحتك، يعني تخلي اليوزر كده هو قاعد شايف الماوس وهو بيتحرك، الابلكيشن اللي انا بفتحها، الحاجات دي، او ان اليوزر شغال وانا شغال لوحدي مع نفسي. ده باستخدام الاس ام اس اللي هو برودكت تبع مايكروسوفت برضه، كان بيتشرح في 2003 من ضمن الحاجات الالكتيف. يعني بدل ما تاخد ايزا او تاخد اكستشينج ممكن ان انت تاخد الاس ام اس. يبقى اول حاجه لازم ان الفولدر بتاعي او السوفت وير بتاعي اللي انا هعمل له انستول لابد ان هو يكون متشاير. طب متشاير ليه؟ متشاير عشان الناس تعرف تشوفه، عشان الناس تعرف تخش عليه. لو هو لوكالي الناس هتشوفه ازاي؟ مش هتشوف، فلازم ان انا اشيره. حلو. تاني حاجه يكون الاكستنشن بتاعه دوت ام اس اي او دوت زيب. طبعا زي ما اتفقنا مع بعض ان في برامج تانية تقدر ان هي تحول لك اي اكستنشن انت عايزه او يخطر على بالك تحوله لك، تخليه لك دوت ام اس اي. تاني حاجه ونفهم الحتتين النظري دول علشان خاطر بالنظري ده هنفهم العملي. احنا عندنا في البوليسي عندنا يوزر كونفيجريشن وعندنا كمبيوتر كونفيجريشن، صح؟ تعال نتكلم عن اليوزر كونفيجريشن. لو انا عايز ادبلوي سوفت وير عن طريق اليوزر كونفيجريشن في الحته بتاعت البوليسي، عندي طريقتين اقدر ان انا اعمل بيهم دبلوي. مش اتفقنا مع بعض ان 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 انا ممكن اطبق بوليسي على مستوى اليوزرز وممكن اطبق بوليسي على مستوى كمبيوتر، صح؟ طيب على مستوى اليوزر معنى كده ان اليوزر اللي هيقعد على اي جهاز من الاجهزه اللي موجوده عندي في النتورك هيلاقي السوفت وير اللي انا عملته. اي يوزر هيقعد على اي جهاز ايا كان بقى الجهاز ده متسطب عليه السوفت وير ولا مش متسطب. يعني انا دلوقتي قلت له انا هطبق بوليسي على اليوزر اللي اسمه محمود اني ادبلوي عليه او انستول عليه الاوفيس،
محمود ده بقى اي جهاز هيقعد عليه سواء الاوفيس نازل او مش نازل، الاوفيس هينزل له هو. بس ليها طريقتين، ليها ايه طريقتين. الطريقه الاولى بيسموها ببلشت، والطريقه الثانيه بيسموها اساين. ببلشت واسايند. تعالوا بقى نفهم يعني ايه ببلشت ويعني ايه اسايند. كلمه ببلشت يعني معناها اليوزر لما يخش في الحته اللي اسمها بروجرامز اند فيتشرز، او الحته اللي اسمها في الـ في الـ في البتاع اد اند ريموف بروجرامز اللي هو في الاكس بي، او في الـ في السيفن اسمها بروجرامز اند فيتشرز، يلاقي الاوفيس متسطب في حته اسمها نيو بروجرامز. في حته اسمها ايه؟ نيو بروجرامز. هو مش متسطب عنده، بس انا بدي بيرميشن لليوزر ان هو يسطبه. يعني هو الاوفيس مش متسطب، بس هو يخش في الحته دي. احنا لو جينا دلوقتي كده على اليوزر ده، يخش في الحته دي كده في كنترول بانل، اد اند ريموف بروجرامز، هيلاقي عنده حاجه اسمها اد نيو بروجرامز، يلاقيها نازله له هنا، يبدا ان هو يقف عليها ويعمل لها انستول. حتى وهو ليميتد يوزر، احنا خدنا مع بعض ان في عندي نوعين من اليوزرز، عندي يوزر بيبقى ادمنستريتور، وعندي يوزر بيبقى ليميتد يوزر او ستاندرد يوزر. صح؟ الستاندرد يوزر ده ما يقدرش يعمل اي حاجه في الجهاز غير ان هو يلعب في الباك جراوند بتاعته ويظبط شويه حاجات، انما ما يقدرش يعمل اي حاجه تانية. وفي النص ما بين الستاندرد يوزر وما بين الادمنستريتور، في عندي في النص حاجه اسمها باور يوزر. الباور يوزر بيقدر ان هو يسطب بعض البرامج، بس شرط ان البرنامج اللي هو هيسطبه ما يكونش بيرمي في سيستم 32. مش الكلام ده خدناه في كورس السيرفر؟ فانا بدي كده بيرميشن للليميتد يوزر اللي هو اليوزر اللي ما بيعرفش يسطب برامج، ان هو يسطب البرنامج، فبيلاقيها في الحته اللي اسمها ايه؟ اد اند ريموف بروجرامز، اد بروجرامز. انما لو اليوزر فتح كده، عمل رايت كليك كده وفتح نيو، ما يلاقيش هنا حاجه اسمها اوفيس. ولو دخل في الاول بروجرامز ما يلاقيش الاوفيس، متسطب. ده لما تكون نوع الباكج بتاعتي ببلش. طب لو نوع الباكج بتاعتي اسايند تبقى ايه؟ قالك لو نوعها اسايند، اليوزر لو دخل هنا كده في كنترول بانل في اد اند ريموف بروجرامز، يلاقي الاوفيس متسطب، يعني يلاقيه موجود هنا. ولو دخل جوه الحته بتاعت اول بروجرامز يلاقيه موجود، ولو فتح نيو يلاقي الاوفيس نازل بس مش متشط مش متسطب. واخدين منه ايمج شورت كات، صوره. بمجرد ان هو يفتح حاجه فيها وورد او حاجه فيها اكسل او حاجه او اوتلوك تتسطب على طول. اتفهمت؟ اول مره بقى، او اول مره يخش على جهاز، اي جهاز يخش عليه. فهمت؟ يعني هو سواء هي لو ببلشت هو اللي بيسطبه، بس بديله زي بيرميشن ان هو يسطبه. لو اسايند بمجرد ان هو يفتح اي حاجه يلاقيها ايه؟ متسطبه، تتسطب له يعني. ده بالنسبه للحته بتاعت اليوزر كونفيجريشن. طب بالنسبه للحته بتاعت الكمبيوتر كونفيجريشن، بالنسبه للكمبيوتر كونفيجريشن ما فيهاش غير اسايند. كمبيوتر كونفيجريشن ما فيهاش غير اسايند. طب اسايند يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان الاوفيس بيتسطب على الجهاز اوريدي، بيتسطب، مش بحتاج ان اليوزر بقى يسطبه ويعمل الكلام ده، لا لا، ده الاوفيس متسطب على الجهاز. اي يوزر بقى هيقعد على الجهاز ده، اي يوزر هيقعد على الجهاز يلاقي الاوفيس متسطب. الفرق ما بين اليوزر كونفيجريشن والكمبيوتر كونفيجريشن ايه؟
كمبيوتر كونفيجريشن ان اليوزر اللي هيقعد على اي جهاز يلاقي الاوفيس متسطب لو انا عاملها عن طريق اليوزر. يعني انا عامل لابراهيم ان هو يشوف الاوفيس واحمد ما يشوفش الاوفيس، فلو ابراهيم جه قاعد على الجهاز ده يشوف الاوفيس يلاقيه ويسطب، احمد جه يخش بعد منه على الجهاز ما يلاقيش الاوفيس نازل. فهمت؟ بالنسبه للكمبيوتر كونفيجريشن لما بطبقها على مستوى الكمبيوتر، اليوزر اللي هيقعد على الجهاز ده ايا كان اليوزر ده هيلاقي الاوفيس متسطب. سهله ولا صعبه؟ تعالوا بقى نشوف العملي بتاعها بعدين نبقى نرجع نتكلم في شويه حاجات نظري تاني. قلنا اول خطوه لابد ان انا اعملها نشير الاوفيس، فانا هنا حطيت الاوفيس اهو، هاجي اقف عليه كده واجيب البروبرتس بتاعته واقول له شير، اعمل له ايه؟ شير ادفانسد بيرميشنز، اشيره بيرميشنز. طبعا انت عندك ايفري وان، واتفقنا مع بعض ان في عندي فرق ما بين ايفري وان وما بين الاوثنتيكيتد يوزر. فاكرين الكلام ده ولا ما بتذاكروش؟ ايفري وان ان الشير فولدر ده لو اي واحد فتحه من اي حته، يعني كتب كده في الران باكسلاش باكسلاش الاي بي، يقدر ان هو يخش على الشير فولدر ده، سواء هو بقى كان الجهاز بتاعه ورك جروب، سواء كان الجهاز بتاعه ده اي حاجه هيفتح معايا، صح؟ انما لما رموف دي واقول له الاوثنتيكيتد يوزر، يوزر لابد ان اليوزر ده يكون ليه اكونت جوه الاكتف دايركتوري بتاعي، صح؟ فانا هاجي هنا كده واقول له الاوثنتيكيتد يوزر ويبقوا واخدين ايه؟ ريد بلاي اوكي. وفي السكيورتي هنا اضيف برضو الاوثنتيكيتد يوزر وديهم ريد، انا مش محتاج اكتر من ريد، تمام كده. وتبدا ان حضرتك تخش هنا كده في الادمنستريتيف تولز في الجروب بوليسي مانجمنت كونسول، احنا عندنا الايو اللي اسمها اي تي، ماشي حلو، عندنا ايو اسمها اي تي. هتبدا هنا تيجي في الاي تي كده وتقول له انا عايز اعمل لك نيو جروب بوليسي ان ذيس دومين اند لينك ات هير، يعني معناها ايه الكلام بقى بتاع السيرفر؟ يعني هعمل بوليسي وهشغلها في نفس الوقت، سميها بقى انستول اوفيس، ديبلوي اوفيس، اي حاجه. هتبدا ان انت تخش جواها وتقول له انا عايز ايديت جواها. هتبص تلاقي هنا على مستوى الكمبيوتر كونفيجريشن، لو حضرتك دخلت جواها هتبص تلاقي هنا في بوليسز، هتبص تلاقي سوفت وير سيتنج ان انا ادبلوي سوفت وير سيتنج، ولو دخلت على مستوى اليوزر كونفيجريشن هتلاقي برضو سوفت وير سيتنج، تمام كده. الحته بقى بتاعت الانستول بيسموها باكج، هنزل باكج، هنزل ايه؟ باكج. فلما اجي هنا في سوفت وير واقف عليها كده هيبدا ان هو يقول لي انت عايز نيو باكج، اقول له انا هعمل لك نيو باكج، حلو كده. ابدا ان انا اقول له في نيو باكج، اخش هنا على ماي كمبيوتر السي الاوفيس وابدا ان انا ايه اختار له اللي انا عايز ادبلوي، صح الكلام ده؟ صح. لا هو احنا عايزين دوت ام اس اي او دوت، ما هو كلهم دوت ام اس اي اهو. نايمين يا جدعان، احنا اتفقنا ان انا لازم اشيره، فكده انا جبته لوكالي من على السي. ايوه ماشي، بس ما ينفعش ان انا اجيبه من على السي، انا لازم اجيبه من على النتورك، فلازم اخش هنا على النتورك على الدي سي وابدا ان انا افتحه من على الدي سي. امال ايه لازمت انا شيرته وشاورت عليه لوكالي؟ طب ما خلاص يا فرحتي، اليوزر هيوصل له ازاي؟ هتشوف بقى انت عايز تنزل له ايه بقى، عايز تنزل له الاوفيس، عايز تنزل له الاكسس، عايز تنزل له الاوتلوك. لو انت اخترت هنا برو 11، برو 11 ده بينزل كله،
بروح 11 ده في الاوفيس بينزل كل حاجه. تبدا ان انت تقول له اوبن، هيبدا ان هو يقول لك انت عايز نوعها بابليشد ولا اسايند. سيبك من ادفانسد دي، سيبك من ادفانسد دي دلوقتي. بيقول لك نوعها ايه، بابليشد ولا اسايند. تعال ناخد الاول بابليشد. كلمه بابليشد يعني معناها ايه يا عم؟ سيبك من انشرها، انا ماليش دعوه بانشرها. انشرها ايه يا عم؟ يا مبلوله ايه؟ المفترض ان اليوزر لما يخش هنا في كنترول بانل ما يلاقيهاش هنا كده ويلاقيها في نيو بروجرامز، صح؟ تعالى بقى كده نقول له ايه بابليشد ونقول له اوكي. هتبص تلاقي هنا اهو نزل لك الاوفيس بتاعي ونوعه ايه بابليشد. لو جيت بقى انت هنا دلوقتي عملنا لوج اوف ودخلنا باليوزر بتاعنا، خلي بالك بقى ان الكلاينت لو مش شايف الدي ان اس، لو مش قادر يوصل للدي ان اس بتاعه، استحاله السوفت وير ده هينزل. يعني لو انا فاصل الدي ان اس عن الاكتف دايركتوري بتاعي والكلاينت ما قدرش يوصل للدي ان اس، مش السوفت وير مش هيعرف ينزل. لو انا عندي مشكله في الدي ان اس السوفت وير مش هيعرف ينزل. شفت بقى اهميه الدي ان اس في كل حاجه ازاي؟ بص بقى اليوزر ده دلوقتي لو دخل هنا في كنترول بانل اد اند ريموف اد نيو بروجرامز، ايه اللي حصل؟ لا مايكروسوفت اوفيس اهو نازل له، شايف؟ بس لو دخلت هنا كده في الاول بروجرامز مش هتلاقيه، ولو دخلت هنا كده قلت له نيو مش هتلاقي الاوفيس. خلي بالك انا ليميتد يوزر، يعني انا لو جيت دلوقتي كده اغير في الكلام ده مش هينفع، صح؟ لو جيت انستول اي سوفت وير ولا اي حاجه، يعني بص لو جيت انا دلوقتي اسطب ده هقول لي ايه؟ انت مالكش بيرميشنز، صح؟ انما بقى لو جيت دلوقتي كده في اد اند ريموف بروجرامز وقلت له انا عايز ادلك ده، ايه اللي حصل؟ اتسطب معايا ولا لا؟ قال لي انت مالكش بيرميشنز، خلاص اهو دخل، قال لي دخل لي الكي وتبدا ان حضرتك تشتغل معاه. ليه؟ لان انا مديله ان هو يعمل الكلام ده، فانا مديله بيرميشن ان هو يعمل الكلام ده، فاهم؟ طبعا في بعض اسطوانات الاوفيس بتبقى الكي ده بيبقى ايه، بيبقى جواها اصلا ما بيطلبش منك كي. فطبعا هو لو الحته بتاعت الكي دي كان عمل انستول وخلاص. ها اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ لو جيت هنا كده هتلاقي عندك حاجه اسمها كاتيجوريز. ايه كاتيجوريز دي؟ كاتيجوريز دي ان انا ممكن يكون عندي اكتر من سوفت وير انا عامل له ديبلوي. عامل بقى ديبلوي مثلا للانتي فيروس وانتي سبام، وعامل ديبلوي مثلا للاوفيس، وعامل ديبلوي لحاجات كتير. فممكن لو حضرتك وقفت هنا كده عند سوفت وير وجبت البروبرتس بتاعتها هتلاقي عندك حاجه اسمها كاتيجوريز. كلمه كاتيجوريز يعني صنف، فاهم؟ فانا هصنف الحاجات اللي عندي، اقول له انا عندي مثلا صنف اسمه ام اس اوفيس، عندي صنف تاني اسمه انتي مثلا فيروس، عندي صنف تاني اسمه مثلا انتي سبام، وهكذا. حلو. لما اجي هنا كده اقول له ابلاي اوكي، اجي بقف على البتاع اللي انا عملت له ديبلوي واجيب البروبرتس بتاعته، وهلاقي عندي هنا حاجه اسمها كاتيجوريز.
اخش واقول له انت الكاتيجوري بتاعك اوفيس. لما اجي انا هنا كيوزر هلاقي عندي اول كاتيجوريز. رحمكم الله. اقفل دي كده وافتحها. هتلاقي عندك اهو بص، هو طبعا اول كاتيجوريز هي ظاهره في اول كاتيجوريز عشان يظهر لي كل حاجه. انما انا مثلا عايز الحاجه بتاعت الانتي سبام الاقي بتوع الانتي سبام، عايز الحاجه بتاعت الانتي فايروس الاقي حاجه بتاعت الانتي فايروس، عايز الحاجه بتاعت الاوفيس الاقي بتاعت الاوفيس، وهكذا. اتفهمت؟ يبقى دي لما تكون نوعها ايه؟ ببلشت. طيب لو جينا بقى هنا كده وقفنا اول تاسكس، قلت له موف ريموف الباكج دي، هيطلع لي رساله هيقول لي انت عايز تريموف الباكج دي immediately دلوقتي، يعني ان انستول السوفت وير فور يوزرز اند كمبيوترز، يعني اشيله من على اليوزرز والكمبيوترز اللي سطبوه كمان، ولا اقلوا اليوزر ان هم يكونكتوا على السوفت وير ده ويكملوا عليه عادي خالص. حلو. بات ايه بريفنت نيو انستليشنز، يعني اي واحد بقى جديد خلاص ملناش دعوه بيه. فانا اقول له لا ريموف immediately دلوقتي، اعمل له ان انستول عن كل الناس. فطبعا لو جيت دلوقتي هنا كده عملت لوج اوف، دخلت في كنترول بانل اند ريموف بروجرامز نيو بروجرامز، مفيش حاجه. لو جيت حتى قلت له مايكروسوفت مفيش، خلاص اتعمل لها ريموف اتشالت. ها وصلت لما يكون نوعها بقى ببلشت. طب لو نوع ايه مين لا ما خلاص، ما انا بقول له شيلهولي فهيشيله كمان من على اليوزر. اه خلاص. لو قلت له بقى نيو باكج، قلت له نيو باكج وقلت له برو 11 وجيت هنا وقلت له نوع assigned، قلنا الassigned بيعمل ايه؟ الassigned هو ما بيسطبهاش، الassigned ما بيسطبش الاوفيس، بس اليوزر بيلاقيها نازله له هنا في 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 الاول بروجرامز بتاعته عادي خالص، ويلاقيها فوق البروجرامز نازله له ويلاقيها في النيو هنا. بس بمجرد ان انا اسطب، بمجرد ان انا انزل مثلا حاجه فيها اوفيس وادوس عليها يتسطب اول مره طبعا بس، فاهم؟ فهنضطر بس نعمل لوج اوف. ايه اللي حصل؟ مايكروسوفت اوفيس اهو نازل موجود هنا. لو حضرتك دخلت هنا كده في اول بروجرامز هتلاقي الاوفيس اهو، فاهم؟ لو دخلت هنا كده وقلت له نيو هتلاقي الاوفيس اهو، فاهم؟ لو جيت هنا كده وقلت له انا عايز اعمل لك نيو مثلا اي حاجه تست دوت دوك، تعالى بس كده نشيل الاكستنشنز. خد شكل الاوفيس ولا لا؟ مجرد بقى ان انا ادوس عليه كده يبدا يعمل لي انستول. اتفهمت؟ سهلة؟ دي قصة الاسايند وقصة الببلشت. لما باجي بقى انا هنا كده واقول له انا عايز اعمل لك نيو باكج مثلا اي حاجة من دي، ببص لقى عندك اسايند وعندك حاجة اسمها ببلشت وعندك حاجة اسمها ادفانسد، صح؟ ايه بقى
ادفانسد دي. خلي بالك بقى انا نوع الباكج بتاعتي لو هي بابلش بيقول لك لو انت سيلكت الاوبشن اللي اسمه بابلش ها ذا ابلكيشن وذوت موديفيكيشن. يعني ايه؟ يعني انا لو حبيت اضيف على الابلكيشن دي حاجه, يعني انا دلوقتي مثلا عندي الاوفيس بتاعي 2003, الاوفيس 2003 ما بيقراش الاوفيس 2007, ففي باتشاه كده صغيره كونفرتل حضرتك بتسطبها على الاوفيس 2003 تخليه يقرا 2007. حلو. افرض ان الباتشاه دي انا عايز ازودها على الاوفيس 2003, انا مش عايز اشيل من على الناس الاوفيس 2003, فانا عايز اعمل موديفاي للحته دي ان انا ازود الباتشاه دي. لو نوع الباكج بتاعتي بابلش فبيقول لك ان البابلش وزود موديفيكيشن, يعني ما ينفعش ان انا ازود عليها حاجه. طب لو نوع اساين برضو بيقول لك ان الاساين ابلكيشن وزود موديفيكيشن برضو, يعني ولا البابلش ولا الاساين اقدر ان انا اعمل ايه موديفيكيشن ليها. اهو لو انا جيت وقفت على دي كده حولها البابلشت, لو انا جيت وقفت على دي كده وقلت له هنا موديفيكيشن مفيش, ما اقدرش اقيد حاجه, وهي نوع بابلشت وهي نوع اسايند, لو جيت برضو هنا كده على موديفيكيشن ما اقدرش اعمل لها اد. فهمت؟ انما بقى لو حضرتك جيت هنا تعالى بس كده نرموف دي, طبعا برضو ريموف هيسالني السؤالين اللي احنا اتفقنا عليهم. لو قلت له انا عايز اعمل لك نيو باكج ونوعها ادفانسد, الادفانسد دي مش نوع للباكج, هو الباكج النوع اللي فيها ان هو ايه, يا اما بابلش يا اما اساين, انما لما اختار له ادفانسد بقت هتبقى سواء بابلش اور اسايند اوبشن ويز موديفيكيشن. يعني انا بعد ما اقول له هتبقى نوع ادفانسد هيقوم مطلع لي الحته دي يقول لي ديبلوي, اقول له بقى اذا كانت بابلشد ولا اسايند, لاني بقى هنا في الحاله دي الموديفيكيشن هتبقى شغاله اهي, اقدر بقى ان انا موديفاي الباتش اللي انا عايزه. اتفهمت؟ سهله ولا صعبه؟ هي بابلشد دلوقتي ممكن تخليها اسايند براحتك, يعني سواء بابلشد او اسايند تقدر تغيرها في اي وقت. اتفهمت ولا صعبه؟ ده كده بالنسبه لليوزر كونفيجريشن. يبقى اليوزر كونفيجريشن في عندي حاجتين, بابلشد واسايند. طبعا ادفانسد دي على مستوى الاثنين مش هتفرق, بس معايا ادفانسد دي لما احب اعمل موديفاي للباكج. لو انا قلت له بابلشد يبقى معنى كده ان البرنامج اللي انا السوفت وير اللي انا انزله موجود في اد نيو بروجرامز وانا بعمل له انستول. لو نوع الباكج بتاعتي اسايند يبقى معناها ان السوفت وير بتاعي اقدر اشوفه از ايمج, ولما اختار ان انا اسطب حاجه تتسطب معايا. هنا بقى على مستوى الكمبيوتر كونفيجريشن لما اجي اقول له نيو باكج ومثلا اقول له برو 2011 ها ابص لاقي ايه, ان هي مفيش غير اسايند بس, احنا اتفقنا مفيش بابلشد على مستوى الكمبيوتر, هي اسايند بس. ليه اسايند؟ لان الاسايند معناه ان هو بينستول اصلا, صح؟ وبرده اسايند هنا هتبقى وزاوت موديفيكيشن, لو خليتها هنا ادفانسد هتبقى بالايه, بالموديفيكيشن. فهمت؟ بس لابد علشان اعملها على مستوى الكمبيوتر كونفيجريشن لابد ان انا اعمل خطوتين مهمين. اول خطوه ان انا انقل الكمبيوتر من الـ من الـ من الكونتينر اللي اسمه كمبيوترز احطه في الاو يو اللي اسمها اي تي عشان البوليسي تتطبق عليه, صح كده؟ دي اول خطوه. يبقى انا لابد ان انا اخد الكمبيوتر ده كده كلاينت ده واحطه في الاي تي عشان تتطبق عليه. حلو كده. تاني خطوة
لما اجي هنا كده في السي على مستوى الاوفيس هنا وانا مشيره انا قايل له ايه في البرميشنز هنا الاوثنتيكيتد يوزر صح كده؟ لابد ان انا اجي هنا واد الكمبيوتر اللي انا عايز يديبلوي عليه. لابد ان انا اعمل ايه؟ اد الكمبيوترز اللي انا عايز اديبلوي عليه. خلي بالك انت ممكن تعمل جروب للكمبيوترز. جروب وتسميه كمبيوترز وتحط فيه كل الاجهزه. فلابد ان انت هنا تغير الاوبجكت بتاعك وتقول له انا عايز كمان اشوف الكمبيوترز. وتيجي هنا كده وتقول له كلاينت. وتديله ريد. ما لازم بقى يريد هو كمان الكمبيوتر. وعلى مستوى السيكيورتي نفس القصه. تبدا ان انت تاد وتقول له انا عايز اد لك كمبيوتر. وتقول له ريد. باول خطوه حضرتك هتنقله في الاو يو. بعد ما تنقله في الاو يو تبدا ان انت تظبط له الحته بتاعت ايه؟ البرميشنز. لحظه واحده. هتبدا بقى ان انت تخش هنا على مستوى السوفت وير بتاعك وتقول له نيو باكج. وتبدا برضو تشاور عليها اوفر النتورك. اوفر النتورك. وتبدا ان انت تيجي هنا كده وتقول له برو 2011. نوع ايه؟ assigned او advanced علشان تعمل modified. يعني هي مفيش حاجه اسمها advanced، هي الادفانسد دي تبقى assigned برضه. طبعا بقى في الحاله بتاعت الكمبيوتر دي ما ياكلش معايا ان انا اعمل لوج اوف ولوج اون. صح؟ لابد ان انا اعمل له ريستارت عشان البوليس تطبق عليه. فلابد ان حضرتك تخش كده وتقول له ايه؟ انا عايز ريستارت الجهاز ده. بص بقى بعد ما نريستارت الجهاز ايه اللي هيتم. كده ما اتطبقتش. بص استنى، لا بس ده بيعمل ريموف للحته بتاعت اليوزر. طبعا بص عمل ريموف للحته بتاعت اليوزر اهي، دي رجعت تاني. وهنا طبعا ما فيش الحته دي. تعالى بس نعمل له ريستارت تاني. هناخدها مع بعض. بص بقى، بص اقرا بيعمل ايه. بريبيرنج نتورك كونكشنز. ابلاي كمبيوتر. بص ابلاينج ايه؟ سوفت وير. انستول الايه؟ الاوفيس. طبعا هياخد الوقت بتاع الانستليشن العادي الطبيعي. يعني لو الاوفيس مثلا بينزل في 10 دقائق هياخد 10 دقائق، لو الاوفيس بينزل في دقيقه هياخد دقيقه، لو الاوفيس بينزل في ساعتين هياخد الساعتين، لان هو هيعمل لها انستول. طيب هو دلوقتي اصلا مفيش بروزر كتير في الاوفيس اصلا. هيتسطب ويتظبط ويتفتح لليوزر الانترفيس بمجرد ما يدخل الكي يشتغل. ايه؟ احنا ممكن بعد ما يعني لما ينستول ممكن ناخد الكي من هنا. ناخد الكي ونحطه ونتفرج.
يلا كده. ايه اللي حصل؟ بص اما تخش بقى انت هنا كده هتبص تلاقي الاوفيس هنا كل دول كده اتسطبوا نزلوا كل دول كده نزلوا. لو دخلت هنا كده في كنترول بانل اهو حتى الاوتلوك اهو اوتلوك بتاع اليوزر نازل اهو. لو دخلت هنا في ادند ريموف بروجرامز هتلاقيه متسطب فاهم. مجرد بس ان انت تفتح حاجه زي دي كده بص هقول لك بس تخلي كي. عارف لو انا دخلت له كي خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي. يعني تعالى كده خلك كي مالها دي خدت على خاطره. ما احنا كده خرجنا من الثاني ناخد على خاطره. لا مش عارف بقى ده كي ولا ده كي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ خلاص كده اتسط. اقدر بقى نكتب كل اللي انا عايزه اهو شايف. طبعا لو انت الاسطوانه بتاعتك بقى لو انت الاسطوانه بتاعتك من غير من غير من غير كي او الاسطوانه بتاعتك معمول لها الكي بتاعها جواها خلاص مش محتاج بقى ان انت تعمل خطوات وان انت تدخل لليوزر كي. وده الصح اصلا ان انت لما تيجي تجيب اسطوانه اوفيس تجيبها الكي بتاعها جواها عشان ما تحتاجش ان انت تعمل كده. اي حاجة بقى تاني فتحت الاوتلوك نفس القصة خلاص ممكن تعمل له انستول زي ما انت عايز. لو فتحت الاكسل خلاص شايف كده الراجل متسطب عنده كل حاجة اهو فهمت. نتيجة ان نوع الباكج بتاعتي assigned وعلى مستوى الكمبيوتر كونفيجريشن. لو كانت على مستوى اليوزر كونفيجريشن كان اليوزر قاعد بقى يسطبه هو ويستنى عمليه الانستول. اي بقى جهاز هيجوين الدومين ويبقى في الجروب اللي اسمه في الاو يو اللي اسمها اي تي هيبدا ان هو يشوف الكلام ده تمام. طبعا انا ممكن البوليسي دي بقى بدل ما اعملها على مستوى او يو او يو ممكن اعملها على مستوى الدومين صح. ممكن اعمل البوليسي دي على مستوى ايه مش الفورست بقى على مستوى السايت. هيجيب لك السايت بتاعك بقى يقول لك انت في سايت اسمه اليكس وسايت اسمه كايرو ممكن تطبقه على السايت اللي اسمه كايرو بما فيه من دومين كنترولرز ممكن يكون جواه عليه مثلا تشايلد في 3 كلنا في سايت واحد ممكن تطبقها مره واحده عليهم كلهم. مفهوم الكلام ولا صعبه؟
ده بالنسبه لان انت تعمل ديبلوي للسوفت وير على مستوى الاجهزه دي. طبعا هنا في الابجريدز انت ممكن تعمل ابجريدز، عارف الباتشات اللي انا بقول لك عليها دي ممكن تعملها في بوليسي لوحديها وتيجي هنا تقلاه وتختار البوليسي نفسها. انت فاهم قصدي؟ تعمل ايه؟ يعني تقول له انا عايز لينك بوليسي، بدل هنا لما بتيجي على الكونسول بتاعك هنا مش انت بتقول له ايه؟ كرييت ولينك صح؟ اقول له لا لينك واحده موجوده. بدل بقى ما اقول له لينك واحده موجوده، انا عندي مثلا السوفت وير بتاعي عايز ابلاي عليه، اعمل ابجريد عليه اهو، تعملها في بوليسي مستقله وتطبقها على نفس البوليسي بتاعتك. تيجي هنا كده تجيب البروبرتس وتقول له ابجريدز وتختار له البوليسي اللي انت عاملها بتاعت الباتشاي. فكده انت طبقت اتنين بوليسي في بوليسي. طبعا كاتيجوريز تعرف موديفاي ان انت تعمل موديفاي، والسيكوريتي ان انت ايه تظبط السيكوريتي بتاعتك اللي هو على السوفت وير. طبعا هو بياخدها باي ديفولت، بيقول لك ان الاوثنتيكيتد يوزر معموله. سهله ولا صعبه؟ تمام، ننزل بقى نصلي وناخد حاجه تانية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا رجاله، عرفتوا بقى الحته بتاعت الدبلوي سوفت وير دي فيها مشكله؟ عايزين بقى نشوف مع بعض ثلاث حتت مهمين جدا 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 جدا. اول حاجه ازاي ان انت تريفرش البوليسي من على الكلاينت. اول حاجه ازاي ترفرش البوليسي من على مستوى الكلاينت. خلي بالك انت لما بتطبق البوليسي على الكلاينت، الكلاينت بتاعك ده ما بتطبقش عليه البوليسي وقتي صح ولا بتطبق عليه وقتي؟ ما بتطبقش عليه وقتي. ما بتطبقش عليه وقتي ليه؟ لان هو لازم يا اما يعمل لوج اوف يا اما يعمل لوج اون صح. في ناس عندها فكر غلط ان حضرتك ممكن لما تعمل بوليسي تعمل ريفرش للبوليسي على الدومين تطبق على الجهاز. الكلام ده غلط. المفترض الجهاز او اليوزر اللي حضرتك عايز تطبق عليه البوليسي هو اللي يتعمل له الريفرش من عليه. فالامر بتاعنا احنا كنا اتكلمنا عنه في كورس السيرفر صح، اسمه ايه؟ جي بي ابديت سلاش فورس صح كده. دي طريقه تعمله ازاي؟ تعمل جي بي ابديت سلاش فورس باتشاية، مش ده كوماند لاين؟ وكوماند لاين اقدر ان انا اعمله باتش صح، وارميه هنا، اخش هنا في ويندوز سواء على مستوى الكمبيوتر سواء على مستوى اليوزر صح، في السكريبت اللي هو عارفين انتوا الطريقه طبعا مش محتاجين بقى نعملها، اللي هو تقول له في اللوج اوف ولا في اللوج اون وترميها له هنا، وبعدين ايه تخش هنا كده في اد تبراوز تلاقيها صح، وهي بتنزل تحت الحته اللي اسمها ايه؟ سكريبت تحت السيس فول صح؟ ودي طريقه. الطريقه الثانيه، المشكله في الطريقه دي ان هي طريقه بدائيه جدا، لسبب لاني برضو علشان دي تتطبق وتتعمل لها ريفرش لابد ان اليوزر يعمل لوج اوف ولوج اون او الجهاز يتعمل له ريستارت صح؟ لابد كده عشان دي تتفعل. مايكروسوفت بقى اخترعت ابتداء من 2003، الكلام ده جديد في 2003، ما كانش موجود في 2000، موجود في 2003 وال 2008، ان انا ممكن ان انا ريفرش البوليسي كل مثلا 5 دقائق، كل 10 دقائق، كل وقت معين. حلو؟ فلو حضرتك دخلت هنا كده في بوليسز في الادمنستريتيف تمبلتس، هتبص تلاقي هنا عندك حاجه اسمها سيستم، جوه سيستم هتلاقي عندك حاجه اسمها جروب بوليسي، ده على مستوى اليوزر كونفيجريشن. حلو، هتبص تلاقي ايه عندك هنا، عندك حاجه اسمها فين، جروب بوليسي ريفرش انترفال، جروب بوليسي ريفرش انترفال. فتبدا ان انت تقول له انيبلد وتحدد له الوقت اللي انت عايزه، هو باي ديفولت من 0 لغايه ايه 64800 يعني 45 يوم. حلو، تقدر مثلا ان انت تقول له ايه
زيرو. عارف كلمه زيرو يعني ايه؟ يعني البوليس اللي انا اطبقها يتعمل لها ريفريش وقتي. حلو الكلام ده هيعمل ترافيك صح؟ ما مايكروسوفت مش غبيه بقى، راحت عامله لك ايه؟ راحت عامله لك تحت حاجه اسمها راندوم، ان انت تعمل ريفريش انترفال. يعني ايه راندوم؟ يعني باي ديفولت مايكروسوفت بتعمل ايه؟ الاي او دي فيها 50 جهاز، ناخد عينه عشوائيه، يعني ناخد خمسه نطبق عليهم البوليسي وبعدين نستنى فتره. حضرتك طبعا انت اللي بتقول له بقى تستنى قد ايه؟ تستنى مثلا 5 دقائق وبعدين تاخد عينه ثانيه وبعدين تستنى 5 دقائق وبعدين تاخد عينه ثالثه وبعدين تستنى 5 دقائق وبعدين تاخد عينه رابعه. فاهم؟ فدي كده انت بتعمل ريفريش للبوليسي وبتقول له ايه؟ ان لما تيجي تاخد التايم بتاعك خده راندوم، خده ايه؟ راندوم. ماشي؟ فانت بتقول له ايه؟ خد لي الاجهزه بتاعتي راندوم، خد لي الاجهزه بتاعتي ايه؟ عدد من الاجهزه راندوم. ويبدا ان هو بعد ما ياخد الاجهزه بتاعته راندوم يبدا يستريح شويه وبعدين يبدا ياخد شويه تانيين وهكذا. حلو كده؟ ده على مستوى اليوزر كونفيجريشن، على مستوى اليوزر كونفيجريشن. على برضو مستوى الكمبيوتر طبعا انت برضو ايه؟ نيكست سيتنج. ايه؟ مفيش نيكست سيتنج ولا حاجه، ما هو الديفولت بتاع ايه؟ بس هتيجي هنا على مستوى الكمبيوتر كونفيجريشن بقى، هتيجي هنا في الادمنستريتيف تمبلتس سيستم جروب بوليسي، هتلاقي برضو ايه اهي ريفريش انترفال فور كمبيوترز، برضو تبدا ان انت تحدد له الوقت هنا وهنا، وان هو برضو ياخد الاجهزه بتاعته راندوم. وفي عندك حاجه اسمها ريفريش انترفال فور دومين كنترولر، يعني لو في بوليسي متطبق علينا من على مستوى الدومين بقى مش من على مستوى الاو يو، برضو تتطبق عليا وقتي. انت فاهم؟ تنيبل ده برضو وتبدا ان انت ايه تحدد له ان هو ياخد برضو الراندوم تايم بتاعه. اتفهمت ولا صعبه؟ تاني حاجة برضو مهمة عايزين ناخدها، عندنا فاكرين لما كان اليوزر بيخش في بي ان، كان اليوزر لما بيجي لي في بي ان كان بيمر بكم مرحلة؟ بيمر بثلاث مراحل اللي هي الاوثنتيكيشن والايدنتيفيكيشن والاثورايزيشن، صح؟ وكان اليوزر ده لما بيخش في بي ان ويبدا ان هو يكونكت على جهاز عندي موجود عندي، لو متطبق على اليوزر ده بوليسي هتنزل عليه، صح؟ قال لك لا، ما احنا ممكن نيجي هنا كده على مستوى اليوزر كونفيجريشن ونقول له حاجه مهمه قوي، نقول له لو انت جالك حد سلو لينك، يعني اللينك بتاعه ضعيفه، يعني جاي لي مثلا في بي ان عن طريق دايل اب، جاي لي في بي ان مثلا عن طريق الاي دي اس ال، بس الاي دي اس ال بتاعه تعبان، هو 512 بس الناس ضاحكين عليه، فجاي لي ضعيف، فمش طالبه بقى ان انا على بال ما يعمل لوجن وتطبق عليه البوليسي وتعمل الكلام ده هياخد له بتاع نص ساعه، صح؟ فقال لك لا، لما يجي لك حد سلو لينك عديه، ما تطبقش عليه البوليسيز. فاهم؟ فلو جيت هنا برضو في سيستم جروب بوليسي هتبص تلاقي اهو جروب بوليسي سلو لينك اهو، برضو تبدا ان انت تقول له انيبلد وتحدد له لو جالك السبيد بتاعه تبقى قد ايه، طبعا بالكيلو. ها، وعلى مستوى الكمبيوتر كونفيجريشن لو جيت برضو في سيستم جروب بوليسي هتلاقي برضو سلو لينك. حد يشوف معايا كده؟ فين دي؟ دي اللي احنا واقفين عليه، برضو نفس القصه وتحدد له قد ايه. حلو كده؟ طيب اخر حاجه بقى وحاجه مهمه قوي وركز معايا فيها، لو انا دلوقتي عندي اويو اسمها اتش ار، حاطط فيها جهاز هنا اسمه اكس، حلو كده، وعندي اويو تاني اسمها اي تي،
وحاطط فيها يوزر اسمه محمود. لو انا جيت طبقت على الاو يو دي بوليسي بتقول مثلا ريموف الران، بوليسي بتقول ايه؟ ريموف الران. لو محمود اللي هو جاي من الاو يو اللي اسمها اي تي دخل عمل كونكت على الجهاز ده، هيلاقي الران معمول لها ريموف ولا هيلاقيها موجوده عنده؟ طيب تاني، ها انا دلوقتي عندي اتش ار وعندي او يو اسمها اي تي، في الاو يو اللي اسمها اتش ار دي عامل بوليسي، عندي بقى جهاز اسمه اكس وعندي محمود قاعد في الاي تي، عامل بوليسي على الاو يو اللي اسمها اتش ار دي ان الناس اللي فيها نرموف الران من عليهم. هو ريموف الران بتبقى في اليوزر كونفيجريشن ولا في كمبيوتر كونفيجريشن؟ الريموف الران فين؟ في اليوزر كونفيجريشن، مش ريموف الران دي في الستارت اب منيو. يعني انا ممكن اشوف الران وواحد تاني ما يشوفوش، صح؟ طيب لو محمود جاي يخش كده على الجهاز ده هيشوف الران ولا مش هيشوفها؟ هيشوف الران، لان هو في او يو غير الاو يو اللي متطبق عليها البوليسي، صح كده؟ طيب اللي انا بقى عايز اعمله حاجه اسمها لوب باك بروسيس، وبرده اللوب باك بروسيس دي جديده. ايه بقى اللوب باك بروسيس ده؟ ان اللي يكونكت عليا من اي او يو تتطبق عليه البوليسي بتاعت الاو يو. يعني طالما الكمبيوتر ده موجود في او يو، لا مش اي يوزر بقى، انا ماليش دعوه باليوزر، اي حد يكونكت على الكمبيوتر اللي جوه الاو يو تتطبق عليه من بره دي. حلو كده؟ ها فانا عندي نوعين من اللوب باك بروسيس، عندي حاجه اسمها ريبليس وعندي حاجه اسمها ميرج. ركز بقى معايا، يعني ايه ريبليس ويعني ايه ميرج؟ لو فهمتهم العمل هيبقى سهل جدا. كلمه ريبليس يعني لو محمود هنا عليه بوليسز متطبقه عليه هنا وعمل كونكت على جهاز موجود في الاو يو اللي اسمها اتش ار، اتطبق عليه البوليسي بتاعت الاتش ار مش البوليسي بتاعت الاي تي، دي ريبليس. يعني هريبليس البوليسي اللي في الاتش ار بدل ما ومش هطبق عليه بتاعت الاي تي، خلاص هطبق عليه بتاعت الاتش ار بس، مع ان هو ممبر في الاو يو اللي اسمها اي تي. لو قلت له ميرج بقى هعكنن عليه خالص، ميرج بقى هيطبق عليه البوليسي بتاعت الاي تي وهيطبق عليه البوليسي بتاعت الاتش ار. ايه؟ فاهم؟ دي كده اسمها ايه؟ ميرج. يبقى ريبليس هنطبق عليه البوليسي اللي هي بتاعت الاو يو اللي هو ممبر فيها، ميرج هنطبق عليه البوليسي اللي هو ايه؟ الاثنين. خلاص كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده، مهم قوي دي علشان لو انت عندك فروع ولا حاجه الناس اللي تجيلك من الفروع انت مطبق عليهم بوليسي تعكنن عليهم بالبوليسي اللي عندهم، نمنا. وممكن تكون الفروع ما مفتوح لها حاجات كتير. ازاي بقى تعملها؟ بص يا سيدي، احنا دلوقتي هنيجي هنا كده في اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز وعندنا او يو اسمها اي تي، وهنيجي هنا ونعمل او يو اسمها اتش ار. حلو كده؟ وهنحط الكلاينت ده في الاتش ار، تمام؟ وهنيجي هنا على الاو يو اللي اسمها اتش ار، لما نخش هنا في الجروب بوليسي اقفل بس الكونسول ده عشان يظهر معانا الاتش ار اللي انا فتحته ده. هنيجي هنا في الاو يو اللي اسمها اتش ار وهنقول له احنا عايزين نعمل لك نيو جروب بوليسي ولينك ايت هير. اسمها اي حاجه يا عم تيست. هنيجي هنا ونإدت جواها. هنيجي في الحته بتاعت اليوزر كونفيجريشن في الادمنستريتف تمبلتس في الستارت منيو
وهنقول ريموف مثلا الهلب من الستارت منيو وريموف السيرش من الستارت منيو وريموف ايه مثلا خلاص كده كفايه هنرموف الهيلب والسيرش. هو خلي بالك محمود دلوقتي شايف الرن والسيرش والهيلب صح، وهنيجي في الاو يو اهو كده انا عامل ايه، عامل ريموف للسيرش وريموف للهيلب على الاو يو اللي اسمها اتش ار. محمود بقى دلوقتي موجود في الاو يو اللي اسمها اي تي اهو صح، هنيجي في الاو يو اللي اسمها اي تي ونخش هنا في البوليسي دي ونيجي هنا كده ون في الـ في الـ في البوليسز في الادمنستريتيف تمبلتس في الستارت منيو ونرموف الرن ونرموف ايه الرن. فين الرن؟ ريموف الرن اهو انيبل كده. المفترض محمود لو عمل لوج اوف ولوج اون ما يلاقيش عنده الرن، انما يلاقي عنده السيرش والايه والهيلب. هو بيكونكت اهو على الجهاز والجهاز موجود في الاتش ار، بس احنا مالناش دعوه بالاتش ار ايا كان الجهاز موجود فين، انا مطبقه على الحته بتاعت اليوزر كونفيجريشن. فمحمود دلوقتي لو دخل نعمل بس لوج اوف تاني خاطر انتوا عارفين التهيسات يعني برضو. لا يا عم الريستارت ايه، مش احنا عملنا له ريموف للران بس لنكون ما عملناش ريموف للران. ادي يا عم الرن، ادي الرن دي على مستوى السيفن دي. من الفيستا عشان هي الرن موجوده اصلا في الاكس بي. احنا عايزين بقى نريموف الرن مش نادي الرن. ريموف الران حلو كده. محمود كده مش شايف الران صح، بس شايف ايه، شايف الهلب وشايف السيرش. هنيجي بقى هنا كده ونخش على الجروب على الاويو اللي اسمها اتش ار ونخش جواها اللي فيها كمبيوتر ونخش في الحته بتاعت كمبيوتر كونفيجريشن في الادمنستريتيف تمبلتس في سيستم جروب بوليسي. هتلاقي عندك حاجه اسمها يوزر اهي يوزر جروب بوليسي لوب باك بروسيس، هتقول له انيبلد. انت عايزها بقى ريبليس ولا ميرج؟ هنخليها ريبليس الاول ريبليس. يبقى كده المفترض ان محمود كده المفترض ان محمود يشوف الرن انما ما يشوفش الهلب وما يشوفش السيرش صح. شوفها بقى كده تطبق لما نعمل لوج اوف ولا هنحتاج ريستارت الجهاز. لا لا بدل ما نريستارت بس ونقفلم ممكن نعمل جي بي ابديت.
هو طلب ريستارت اهو. تعرف ليه طلب ريستارت؟ علشان خاطر يشيل الاوفيس. احنا خلصنا عنا من الاويو اللي كان عامل عليها ديبلوي. ايه اللي حصل؟ اليوزر دلوقتي شاف الرن وما شافش الهلب وما شافش الايه السيرش، فاهم ليه؟ لانه هو عمل كونكت على جهاز موجود في اويو. فانا بقول له انت هنشيل البوليسي اللي متطبقه عليك ونحط لك البوليسي بتاعت الاويو دي، دي اسمها ريبليس. طب لو انا جيت بقى هنا كده وقلت له بدل ريبليس قلت له ميرج، المفترض بقى ايه اللي يحصل لليوزر ده؟ ما يشوفش الران كمان، صح؟ اعمل بقى لوج اوف كده. ايه اللي حصل؟ ولا شاف الرن ولا شاف السيرش ولا شاف اي حاجه علشان عملت له ميرج. فهمت الفرق ما بين الميرج والريبليس؟ لكم سؤال كده. احنا خدنا ان احنا ندبلوي السوفت وير عن طريق الويندوز بتاعنا. لسه المره الجايه ان شاء الله هنشوف بقى موضوع الويب اكسس، ان انا اكسس ريموتلي على مثلا الاوفيس على اي حاجه موجود على السيرفر وانا كونكت عليه من على الجهاز بتاعي، تمام. المره اللي بعديها بقى هنشوف ازاي نسكيور الحاجات دي من الناس ان هي تاخد بقى منها، لما يجي حد ياخد كوبي ولا ياخد اي حاجه يبدا ان هو يطلب مني يوزر نيم وباسورد. شوف الكلام ده ان شاء الله، كل الكلام ده جديد في 2008.